متى حسيت بسبقني أنا ما رح أجيب شيء؟ بصراحة أبداً ما حسيت بهذا الشيء. أنا لما في أولمبياد ريو كان عندي سباق 100 متر قبل 800 بيوم واحد. خسرت الفاينل 100، جبت فيها المركز الرابع. وأنا طالع من السباق المركز الرابع زعلان ودمع على خدي، كنت أقول للكابتن عبيد الغربي إذا ما جبت في 800 الذهبية أنا ما أبغي الفضية، فأنا لازم أخذ الذهبية، كسرتني 100 لازم أخذ الذهبية. فالحمد لله رب العالمين. هي أكبر فرحة بحياتك ذهبية ريو؟ نعم، لأن نحن كدولة الإمارات أول ميدالية ذهبية أولمبية للألعاب القوى ميدالية محمد الغايد. ورح أزيدكم من الشعر بيت، إنه كمان أول ميدالية إماراتية على كرسي كانت من نصيب محمد، صح؟ في قبل جابوا الفضة والبرونز، لكن أول ميدالية ذهبية نعم كانت لي أنا شخصياً. عامل أنا أتذكر عامل وظيفة مكاتب ومتاع حسب حالي. وأول رقم أولمبي مسجل حالياً باسمي أنا باسم محمد الغايد.